تفضل تفضل. الملاحظة إنه مثلا أنت شغال في بطولة من الجولة الأولى أو كده، استبعدت لاعب أو لاعبين للغياب، لما تحاول إنك ترجع، يعني مثلا في الجولة الخامسة السادسة عندك غلط في بيرينج، عاوز تلغي الجولة وتدخلها من جديد، كل اللعيبة اللي أنت طلعتهم من البداية بيرجعوا تاني من جديد. ده خلل تقني شكله في السويس مانجر. كان شفت حاجة زي دي. شوف، هو مش خلل تقني، هو المفروض اللاعب لما الحكم المفروض لما يغير في التزويج، مثلا عمل تزويج جولة الأولى اكتشف أن نسى يضيف لاعب، هو شال ممكن جولة ثانية شال مثلا 3 4 لاعبين، جاي يصلح التزويج، يعمل تزويج جديد. فطبعا عشان يعمل تزويج جديد لازم يرجع اللاعبين اللي شلاهم في الجولة الأولى عن الجولة الأولى المتغيبين مثلا، لازم يعمل عليهم تك عشان هو يدخل التزويج الجديد. اذا ما عمل تك، ولما تعمل تزويج جديد او تعديل على التزويج الاول، فيدخل لك ايش؟ يدخل لك اللاعبين اللي حذفتهم. فهذه مش خلل تقني، يعني المفروض الحكم هو اللي يجيده، الحكم هو لازم يعمل هذا الشيء. يعني هذا يحصل ايوه دائما، دائما يحصل هذا الشيء. المفروض هذا وظيفه الحكم، قبل ما تعمل جوله ثانيه تبدا مره ثانيه تعمل تك على اللاعبين اللي حذفتهم في الجوله الاولى، لأنها تعطي أمر جديد، لازم تعطي أمر جديد. ما أعطيتهم يدخلهم كلهم مع التزويج. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله استاذ غالي. وبركاته. يا مرحبا. ممكن معاك محمد بدر، هو ممكن في برنامج الساوث مانجر ممكن نرجع لملف البيك اب بتاع الجوله السابعه، في خطا معين احنا مثلا ممكن في الجوله ترجع، الرابعه لا ملف ترجع البيك عند، اب الخاص بالجوله رقم ثلاثه يقدر يعدل فيه. ممكن ترجع تعمل، لكن احيانا ايش تسوي؟ احيانا اذا انت ما كنت ملم فيدخل لك التزويج اللاعبين اللي حذفتهم، فتقول كيف حصل هذا؟ تستغرب. لكن موضوع انت دائما تعمل باك، مثلا انت في الجوله الخامسه عايز تصلح تزويج الجوله الخامسه، تذهب الى الجوله الرابعه تحذف التزويج الاخير، ومن ثم تتاكد ان اللاعبين اللي اشرت عليهم انه ما يدخلون موجوده ولا لا. اذا ما تاكد من الموضوع احتمال يكون يرجع لك ثاني، ويعتمد حسب التحديث الجديد، لان اخر تحديث انا ما اعرف، ان سويس مانجر دائما عندهم تحديثات، سويس مانجر دائما عندهم باجز، اذا في باجز يوم يصلحوا هذا في هذا. انا صار لي فتره ما مستخدم سويس مانجر، السنه كامله تقريبا ما استخدم، لان تعرف ما في بطولات على ارض الواقع اكثر من سنه، وبالتالي اذا في تصحيح اكيد مصحح، على الباك زي موجوده دائما تحصل لي على المشكله يعني. لكن امر بسيط مثل ما قلنا، ترجع تحذف وتتاكد اذا في لاعبين محذوفين ولا ما في لاعبين محذوفين من ضمن التزويج الجديد. وكان حصل معايا نفس المشكله دي في البطوله، كان في طريقتين قدامي، ان انا ارجع لملف البيك اب، او لو ان انا برفع الملف اونلاين على موقع تشيس ريزلت، بنزل الملف من تاني من تشيس ريزلت الجوله الرابعه وابدا ان انا اعدل فيه، او من البيك اب اللي موجود على الجهاز. ايوه، مش كل واحد يعرف على البيك اب، ممكن انت تعرف وغيرك ما يعرف، فافضل انه يرجع يتاكد من القائمه الفوربيدن، قائمه اللي يشيل الاسماء اللاعبين، يتاكد اللعيبه المحذوفين ما زالوا محذوفين ولا محتاج اعمل تك عليهم عشان احذفهم. يعني لازم يرجع دائما، اضمن هذا، اضمن يرجع اضمن عشان يتاكد. يعني سؤال عن تنظيم يا ابي، عندك عن تنظيم حاجه؟ شباب حد يتكلم عن تنظيم؟ ايوه، المشكله بخصوص المهام والاختصاصات، المنظم والحكم الرئيسي ومدير البطوله وكذا، ونفس الامر بالنسبه للحكم الرئيسي، العلاقه ما بين الحكم الرئيسي والحكام المساعدين، واذا كانت لجنه الحكام هي اللي اختارت الحكام المساعدين وليس الحكم الرئيسي، هي اللي اختارت معينتهم، فهل يقدر الحكم الرئيسي يستبعدهم لاي سبب؟ ولا يعني اسئله حول المهام والاختصاصات للحكم الرئيسي. انا عندي مدير البطوله حسب نوع البطوله، اذا كانت بطوله دوليه عندي مدير البطوله، وعندي رئيس الحكام، واحيانا البطولات يكون محتاج رئيس قسم A او B،
رؤساء اقسام تمام او سيكتور اربيتر، ثم عندي حكام وعندي حكام مساعدين، يعني في حكام وفي حكام مساعدين، في حكم بيرينج يعني كل حكام مختلفين. فطبعا اذا انتم لجنه داخليه هم المختارين الحكام، مثلا مختار رئيس حكام ونائب رئيس حكام وحكام المساعدين، وانا كرئيس الحكام شفت احد الحكام غير فعال او غير نافع او غير مجتهد خلال البطوله، من حقي اغيره، من صلاحيتي انا كرئيس الحكام. فطاق العمل الحكام عباره عن رئيس الحكام وحكام المساعدين لما اذا اي حكم الحكام مساعدين عنده مشكله، واجب رئيس الحكام انه يغيره لانه هو مسؤول عليهم وهم يشتغلون تحت قيادته، يعني هم هو اللي يتابعهم التقارير عليهم، هو اللي يمنحهم من نور. حتى لو ما هو اللي قام بتعيينهم؟ حتى لو ما قام بتعيينهم، حتى لو انت صلاحيتك رئيس حكام، انا حكم عندي ما ينفعني في البطوله استبعده خالص. انا ما استبعد، انها فريق عمل، احنا فريق عمل واحد. لنجاح البطوله لازم يكون فريق عمل متعاون متفاهم وملم بالقوانين والانظمه. هذا الحكم تابع لي انا كرئيس الحكام، وانا رئيس حكام تابع لجنه المنظمه، وهكذا في تسلسل. فاذا انا اخذ في قرار استبعده، اذا عندي حاجه خلي ارفع امره الى الجهه الاعلى مني رئيس لجنه المنظمه، اشرح فيه ان الحكم دائما يجي متاخر، هذا الحكم من يجي يمسك موبايل او يقرا جريده وما يتبع امور تحكيم، او اذا حكم قراراته غير سليمه، فما ينفعني يحكم في البطوله. من حقك انت، مسؤوليتك انت مسؤول اساسي رئيس الحكام، دورك الاساسي اشراف على طاقم العمل وتوزيع المهام على طاقم العمل ورفع تقارير على طاقم العمل ومنح نورمات لطاقم العمل الحكام الموجودين في حال اذا هم محتاجين لنورمات. كل انت مخصصاتك صلاحيتك انت، اما مدير البطوله لا، مدير البطوله هو عباره عن مسؤول اداري في القاعه، امور تنظيميه داخل القاعه. انا عندي مشكله مثلا مواصلات، هذا مدير البطولة يحلي، ومشكلة تحكيم ما له خص مدير البطولة يتدخل فيه إلا في حالات معينة. بمعنى بعطيكم مثال، ومثال حي حصل معي أنا شخصيا. مدير البطولة عنده صلاحية إنه يغير من قرار رئيس الحكام في بعض الأمور. مثلا بطولة دولية مقام النادي او الاتحاد عمل دعوه شخصيه لدولي كبير جراند ماستر، اعطى تذكره اعطى اقامه اعطى كل شيء على اساس يشارك في البطوله، انه تصنيف عالي وسمعه للبطوله. ومن ثم هذا اللاعب اثناء اللعب حكم الرئيسي او رئيس الحكام اخذ قرار فيه، اخذ قرار بمعنى ممكن استبعده عن البطوله للسلوك ما، او قرر ان او عدم اطاعه الاوامر. فقرار رئيس الحكام طبق ماده 12.9 ان يحذفه مثلا من الجوله القادمه او ان يحذفه من البطوله بشكل عام، تمام. فهنا مدير البطوله يتدخل، لا يقول ليش تحذفه، انا جايب لنا اعطانا تذكره اعطانا اقامه واعطيني مكافاه ولاعب دولي معروف كبير، انت تحذفه تخرب لي بطوله. فيجي يغير قرار يقول لا خليه موجود. فهنا يكون على مسؤولية المدير البطولة، لأن رئيس الحكام خذ قرار انتهى الموضوع، لأن مدير البطولة غير قرار رئيس الحكام بأبقى هذا اللاعب موجود. وبالتالي في النهاية أنا أحترم قرار مدير البطولة لأنه أعلى مني تصنيفا، تمام. لكن ما يدخل بعملية أنه يخسر اللاعب ويعطي نص نقطة ولا ما يدخل، لا أمور تنظيمية وكذا يعني. هذا حصل معي أنا شخصياً من باب الواقع. كان أحد ساتذة دوليين كبار كانوا من أرمينيا، كان مباراة بينه وبين سالم عبد الرحمن. سالم عبد الرحمن في وقت حرج سقط العلم اللاعب الأرميني، فاحتج لاعب أرميني قال ساعد ساعتي أنا ما أضيف. قلت كيف ساعتك ما أضيف وأنا واقف شايف الساعات شغالة أمامي، شغالة الساعات. فقال له ما تضيف وساعة ترجع لي. قال أنت إذا حسيت أو اكتشفت أن ساعتك ترجع حسب قانون اللعبة توقف ساعة مباشرة تنادي الحكم. كونك أنت ما استغليت النقطة هاي قانونية، ما وقفت الساعة، خلاص هاي مشكلتك أنت، مو مشكلة الحكم، مشكلتك أنت.
فطبعا قال لا مش عارف ايه، وقال انت ما تعرف القوانين، ما هالكلام يعني انت ما تعرف القوانين. طبعا الحكم لازم يتمالك نفسه في النهايه مهما كان، ان هذا لاعب دولي، لاعب كبير من لعيبه ممكن 30 على مستوى العالم او 40 على مستوى العالم. فانا احترمته، شفت متطاول وعمل فوضى في صاله اللعب، منعت انه يلعب جوله القادمه، بمعنى انه خلاص وجوله الاخيره كانت اظن جوله الاخيره على ما اظن كان، فخلاص منعت انه يلعب. فجاء مدير البطوله لا غير قراري، قال خلي وكذا وهذا ضيفنا، وانا احترم قرار مدير البطوله وخلى الجوله القادمه ولعب في الجوله القادمه. فهنا كان صلاحيه مدير تدخل في عمليه أشيله ولا ما أشيله، هو أخسره مش أخسره، لا أشيله ولا أبقى ولا غير أبقى عليه يعني. وهذا الموضوع كان موضوع سياسي بحت بروتوكوليا، على أساس في دعوة للاعب كبير يعني جايبين، فهذا يحصل. الحكام السيكتور أربيتر هو مسؤول عن حكام المساعدين، حكام يوزع الحكام في قسم مثلا، يعطي كل 10 طاولات أو كل 5 طاولات يعطي، المفروض كل 10 طاولات يعطي حكم، كل 10 طاولات حكم ثاني، يوزعهم الحكام بعد ما يخلصوا النتائج، يعطي على سيكتور أربيتر أو حكم المسؤول قسم، مسؤول قسم هو يراجع النتائج، يعطي على نائب رئيس الحكام، نائب رئيس الحكام يراجع مع مسؤول القسم، يعطي على رئيس الحكام، رئيس الحكام يدخل النتيجة ويعطي مسؤول تصميم أو عند كمبيوتر برنامج يدخل النتائج فيها. وهذا التسلسل ماشي، وهذه الصلاحيات كل واحد فيه عليه. طيب لحظة يا أستاذ قسم سامعني؟ أستاذ مهدي؟ أصوات أشوف كثير أصوات داخل عليه. أيوة. طيب أستاذ مهدي، في لاعب ناصر كلباش بعث رسالة يسأل عن في صدى ما أسمع. طيب يسأل عن اللاعب الذي يغيب عن أكثر من 3 جولات. شوف هو ما في يغيب 3 جولات ولا جولتين، هو يعتمد على اللجنة المنظمة. اللاعب اللي يغيب جولة واحدة إذا في نفس اليوم ما برر موقفه عن تغيب تشيله من الجدول مباشرة، ما في قانون يقول لك بعد جولتين أشيله وبعد 3 جولات أشيله. إذا لم يحضر جولة لم يقدم سبب غيابه يشال من جولة القادمة. جولة مباشرة يعني؟ مباشرة، لازم يكون في سبب مقنع اللي يخرب لي التزويج، لأن أنا لو دخلت في التزويج زين، وكان لاعب محتاج مثلا نور، لاعب دولي محتاج نور، لازم يلعب حسب شروط النور، لاعب يلعب على 9 مصنفين، جاني هذا اللاعب تغير ومن غير سبب خرب على اللاعب الثاني اللي محتاج إلى النور. فطبعا في هالحالة ما دام لم يتقدم بعذر تغيبه أشيله مباشرة الجولة القادمة، أشيله مباشرة. شباب في أي أسئلة؟ أستاذ مهدي تفضل. كان متعرف عليه ان هو الملك ما بيتمش اسره، يعني ما ينفعش مثلا حد يقول كش ملك للخصم والخصم ما ياخدش باله يوم هو اسر الملك، ده خطا. فكان بيتقال عليه ان هو يعني سوء سلوك. عرفنا من فتره ان كان في اجتماع وان هيتم ده يبقى نقله غير قانونيه، فهل ده تم تطبيقه ولا لا؟ شوف البند الأساسي المادة رقم 1 واضح جدا، أول مادة تكلم أنه لا يجوز أكل الملك، خلاص لا يجوز يعني ممنوع أكل الملك، يعني نقلة غير قانونية تعتبر. فإذا أكل الملك نقلة غير قانونية، فكان في لغط عليه هل نسوي سوء سلوك ندين در نسامح ونعطي مثلا دقيقتين نضيف أو نقص دقيقتين، ولا نحسبها كنقلة غير قانونية مباشرة دقيقتين، لا نعتبر كنقلة غير قانونية مباشرة دقيقتين لأول مرة، ثاني مرة يخسر مباراة. إذا كان شطرنج الخاطف أول مرة دقيقة ثاني مرة يخسر مباراة، ولا يجوز أكل الملعب مهما كان. وبالتالي يقول لك اللاعب لما الحكم لما يأتي إلى الطاولة في شطرنج الخاطف أو شطرنج السريع، لما يأتي إلى
على الطاولة اكتشف أن الملك ملكين مكشوشين اثنين في وضع كش، فهل يتدخل؟ لا، لا يتدخل الحكم، ينتظر النقلة التالية، ومن ثم بعد النقلة التالية إذا أنفسهم لم يغيروا هنا يتدخل ويعلن تعادل، فلازم ننتبه لهذه الشغلة. في أسئلة أبي؟ ألو؟ ألو؟ لا، ما في أسئلة وردت. في حد عنده حاجة؟ عنده حاجة مش قادر يسأل، ممكن يكتب عشان تبون أتكلم عن تحكيم ولا عن تنظيم، إيش حابين ممكن أتكلم فيها، مشكلة يعني. بس ما في سؤال، ممكن واحد يكتب، لو مش عنده مشكله في الصوت. نختم مره ثانيه. ممكن استاذ مهدي حضرتك تتكلم عن التحكيم او التنظيم، ولو حد عنده سؤال عايز يقوله ممكن يكتبه بدل ما نقعد نستنى بين الفتره وفتره. ايوه ممكن تكتب اكتر. طيب في سؤال، كان واصل. الو الو استاذ مهدي، اختفى ولا في سؤال يا استاذ غريب؟ استاذ الصحابي في سؤال. ما سمعتك يا غريب. ترك في سؤال من الأستاذ الصفاء على رياضة الحصول على نورما أو حاجة زي دي في الشباب. أيوة سأل عن عدد النورمات، وفي سؤال أخير هنا بالنسبة لمعايير الدولة الدولة بيسأل عن هل الاتحاد الدولي بيعطي أي دعومات للدول تنظم بطولات تستضيف بطولات الاتحاد الدولي، وهل يوجد مراجعون ماليون من قبل الاتحاد الدولي لمراقبة الصرف؟ هذا آخر سؤال واصل خلاص، بالإضافة لسؤال صرف العراق اللي قاله أستاذ. شوف بالنسبة مراجعة أمور مالية الاتحاد الدولي ما يدخلوا في تنظيم بطولات الأحداث الموجودة إلا كان حدث الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي هو ينظم حدث رسمي للاتحاد الدولي في بلد ما، فهم عندهم طاقم العمل مالهم بالمالية كل شيء، إلا إذا كان بلد المنظم هو متولي أمور المالية خلاص ما لهم خص هم إن أمور المالية يدخلوا فيه، إلا أن لازم حسب اللوائح لكل بطولة في مبلغ معين لازم البلد المنظم يحول الاتحاد الدولي قبل إقامة البطولة بفترة كافية 3-4 شهور، لازم يرسل مبلغ مثلا بطولة الشباب 10,000 يورو، بطولة الناشئين 10,000 يورو، بطولة الكبار أعتقد 40-30,000 يورو، هكذا يعني كل باليورو تبعث، هذا خاص الفيز من الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي ما يعطيك تنظم أي بطولة، تدفع له فلوس يسوي مناقصة، ولما يرسل المناقصة ترسل عليك فأنت تقوم بتنظيمها، بعد اعتماد المناقصة ب3 شهور يقول لك ادفع الديبوزيت مبلغ معين تدفع عشان تنظيم، إذا ما نظمت المبلغ هاي تروح عليك خلاص إذا ما نظم، أما إذا نظمت فالمبلغ تكون موجود، وغير هذا في مبلغ آخر تدفع لتنظيم الحدث، إذا في مبلغ رسوم تدفع ثابت غير الرجعة، وفي رسوم ديبوزيت مقدم تدفع الاتحاد الدولي وتؤكد عليهم ان انا بقوم بتنظيم الحدث، في حال اقامتك الحدث يرجعوا لك المبلغ، اذا لم ما قمت بتنظيم الحدث لا خلاص يحجزوا المبلغ عندهم، فاذا تنظيم اي بطوله رسميه اذا كان قاريه او اتحاد دولي رسميه فهي امور
مختلفة عن البطولات المحلية ماستر. أنا بطولة منظم دبي ماستر ما نخص لا الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الأسيوي، هذا شؤون داخلية بين الإمارة اللي أنا أنظم فيها مجلس دبي الرياضي مثلاً وهكذا، ما فيش حد يدخل فيه. أما إذا كان بطولة قارية أو بطولة، لأن الاتحاد الدولي يعطي مبلغ للاتحاد القاري عشان ينظم بطولة، وبالتالي الاتحاد القاري محاسب من الاتحاد الدولي، يقول أنا أعطيتك مبلغ 100,000 دولار عشان تنظم بطولات آسيا للرجال والسيدات، أوكي أعطني تفاصيل إيش عمل، كم جوائز، كم صرفت، كم، فيعطي تفاصيل، فهنا في مراقبة مالية عليهم. تمام. وكذلك إذا كانت بطولة آسيا ينظمها مع دولة من الدول الآسيوية، فالاتحاد الآسيوي يدعم الاتحاد الوطني الآسيوي، وبالتالي أيضا يراقب أمور مالية، شو عمل في المبلغ الدفع، هل صرف على الجوائز أم على الإقامات أم إيش عمل، في أيضا مراقبة على هذا موجود. هاي الشقة ما يتكلم عن موضوع المراقبة المالية. صفا إيش عند سؤال صفا؟ النورمات، عدد النورمات كامل. شوف أول شيء خلنا نبدأ بالمنظمين يكون أسهل. كل بطولة لها نورم واحد للمنظم، ومن يعطي النورم للمنظم؟ رئيس الحكام. رئيس الحكام يعطي النورم للمنظم، والمنظم ممكن يكون رئيس لجنة فنية للبطولة، ممكن يكون رئيس لجنة العلاقات عامة أو مواصلات، ممكن يكون مدير البطولة. المهم للصفة رسمية داخل البطولة فيمنح نورم واحد فقط. إذا كان بطولة بنظام الفئات العمرية نفس المكان إقامة، نورم واحد فقط، ما يتوزع نورم على كل فئة واحد واحد، لا فقط نورم واحد يمنح لشخص واحد فقط في هذه البطولة. فيما يخص نورمات الحكام شرحنا لهم، نورمات الحكام لازم الحكم إذا محتاج إلى أنه يكون حكم في دا أربيتر أو الاتحاد الدولي، لازم يكون أول شيء حكم وطني وعنده رخصة دولية، فأصبح حكم وطني معتمد في اتحاد بلده، واتحاد بلده يرفع اسم الاتحاد الدولي ويدفع رسوم 20 يورو فيصبح حكم عنده رخصة، فاسم الحكم ينزل في قائمة دولية في لجنة حكام لكل الدولة، يطلع اسم فلان حكم ناشنال أربيتر، فيدا أربيتر، انترناشنال أربيتر، كل واحد دافعين رسوم مرخصين. ممكن يكون حكم دولي لكن مش مرخص، بمعنى لم يدفع رسوم الترخيص. ما هنا رسوم عندنا اثنين، رسوم اللقب رسوم رخصة. أنا حصلت فيدا أربيتر لازم أدخل دورة تحكيمية، شرط من ضمن الشروط أن أكون حكم وطني معتمد، شرط الثاني نكون أنا عندي رخصة حكم وطني من الاتحاد الدولي، إذن شرطين تحققوا. شرط الثالث أدخل دورة وأنجح بالنسبة 80% جاء أنجح في الامتحان فيصبح لي نورم. باقي شرط الآخر أحكم في 3 بطولات مصنفة، ممكن يكون بطولتين من نفس البلد يعني البطولة الوطنية، وبطولة آخر يكون من أي بطولة دولية تمنح نورم أو يكون مصنفة. فإذن هاي نورمات، أجمع النورمات، الاتحاد الوطني هو اللي يخاطب الاتحاد الدولي، شطرين لجنة حكام يدرسوا ويشوفوا النورمات المستحقة وغير مستحقة، ومن ثم يرفعوا إلى اجتماع الدولي كل 3 شهور، عندهم اجتماع مجلس الرئاسي أو في ذا كونسل، عندهم اجتماع مجلس استشاري، ومن ثم يبدوا في الموضوع يعتمدوا. مجرد ما اعتمد يصبح الحكم هذا حاصل على شارة دولي في داربيتر لكن مش مكتمل. امتى هيكتمل؟ لما يدفع رسوم اللقب. مجرد ما يدفع رسوم اللقب يصبح هو حكم في داربيتر، لكن الى الان لا يحق لنا يحكم. ليش؟ لانه ما دافع رسوم رخصه، فلا بد ان يدفع ايضا رسوم الرخصه. اما اذا دفع مع بعض رسوم اللقب 50 يورو ورسوم رخصه 50 يورو مره واحده، خلاص يكون هو حكم من حق انه يحكم. اما اذا دفع فقط رسوم اللقب من غير رخصه يعتبره كانه حكم وطني، ما زال حكم وطني لان لم يكن مرخصا، وبالتالي لازم يدفع رخصه. وهكذا ينتقل الحكم الى حكم دولي. لكي ينتقل لحكم دولي ينسى كل النورمات السابقه، يبدا من اول جديد، يبني على نورم من اول ما يحصل على لقب فيدا أربيتر، من هذا اليوم يجب أن يجمع نورمات جديدة. حتى لو كان عندي فيما سبق 20-30 نورم ما يمشي الحال. من وقت اللي حصلت لقب أمشي من أول جديد، أبني نفسي
أدخل في دورات أحكم فيها وهكذا أربع بطولات أحكم فيها وثم أحصل على نورماتها واتحاد بلدي يرشحني، وإذا حصلت لقب يدفع رسوم لقب 100 يورو ثم رسوم الرخصة 100 يورو، فأصبحت أنا حكم دولي مرخص للتحكيم في هذه البطولة. لأن لو حصل حكم دولي حكم في بطولة وما عنده رخصة دولية البطولة ما تعتمد، ممكن يضر البطولة بشكل عام، يضر اللاعبين المصنفين وكلهم يضرون بسبب أن حكم ما عنده رخصة. فبالتالي يجب أن تنتبهوا، هاي الشغلة مهمة جدا، ياما بطولات لم تصنف بسبب أن كان في حكام غير مرخصين. يقول يا أخي أنا حكم دولي من 30 سنة، نعم لكن ما عندك رخصة دولية. زمان الحكام من غير رخصة، الحين لازم يدفع رسوم رخصة، والرخصة تتجدد كل 4 سنوات، يعني بعد 4 سنوات ممكن إذا ما دفعت رسوم رخصة أيضا ترجع تكون حكم غير نشط. أمور الاتحاد الدولي كل مرة ياسين يصعبوها، كل فلوس ادفع رسوم رخصة لقب وهكذا مستمرين. فلا بد أن ننتبه، خاصة إحنا لما ننظم البطولات والأحداث لما نختار حكامنا يجب أن نختار حكام الذين لديهم رخصة دولية، مهم جدا رخصة دولية. واضح؟ سؤال آخر؟ أيوة أيوة. في سؤال يا أستاذ تكمل لردك بخصوص التزويج، ثلاث جولات تم تزويجه. وبينا ما اسمعك، في صدى في صوتك، ما اسمعك، في صدى في صوتك، يمكن فاتح كاميرتين مع بعض في صدى او موبايل فاتح مع لابتوب. طيب كده سامع احنا وضحيه. طيب بالنسبه لاجابتك حول موضوع غياب ثلاث جولات ويستمر الازواج، فسؤال اللاعب مره اخرى انه يعني شو يستوي في هذه الحاله، يعني الحكم قام بإزواج شخص 3 جولات والشخص أصلا مش موجود ولا عنده عذر ولا كان عاوز يشارك في البطولة. طيب خطأ حكم، خطأ حكم، خطأ حكم ثاني في بطولة، هل يجوز أنك تدخل لاعب في الجولة الرابعة مثلا أو الخامسة في بطولة معتمدة؟ لا أنت ممكن لغاية جولتين، يعني إذا جولة الأولى ما حضر جولة الثانية لغاية جولة الثالثة ممكن يخش، لكن رابعة وخامسة ما يخش. أول جولتين ممكن يكون مثلاً واحد مسافر، واحد عنده عذر، واحد اعتذر، يمشي حال، لكن جولة ثالثة يخش، نعم يخش. جولة رابعة يجي يدخله بعد جولة رابعة وخامسة، لا ما يصح، إن أنت استغرقت أكثر من ثلث البطولة وأنت ما حضرت، وبالتالي تبغى تدخل، يعني موضوع أصبح يعني ما في تنافس أساساً. يعني أما إذا واحد أول جولتين ما عنده 7 نقاط في أمل إنه يتنافس، يفوز كل الجولات، يتنافس على المركز الأول، في تنافس، بينما بعد الجولة الثالثة أو الرابعة صعب جدا، وتالي ما يجوز تعمل عملية إدخال الحكم لاعب جولة الأولى جولة الثانية جولة الثالثة هو متغيب، فعلى أي أساس دخلهم، على أي أساس سمح له لغاية الجولة الثالثة يلعب؟ ما هو ياسي يضر اللاعبين آخرين، خاصة إذا كان البطولة تمنح ألقاب ونورمات، ياسي يضرهم. كيف الحكم أوكي أنا أقبل جولة الأولى ما حضر وبسبب ظروف، إذا كان جاي من خارج البلد ما لحق، أوكي سمحت للجولة الثانية خش في التزويج زين بعد العذر المقنع. أما جولة الثانية تغيب وما عنده عذر ولا قدم لا إيميل لا تليفون لا شيء، ما في عذر مقنع، كيف أدخله بالجولة الثالثة؟ يعني كل مرة أدخله بالجولة ياسي يضر حكام لاعبين في كسر تعادل، ياسي يضرهم يعني، بالتالي خطأ حكم. حكم مفروض يتأكد سبب المقنع لعملية التغير، من غير سبب أشيله على طول مباشرة ما استنى. سؤال آخر؟ طيب هذا الشيء أخير خلاص، واحد يسأل عن في موضوع يقول إذا حبيت تجاوب أوكي، اللي هو حول اللعب العرب مع إسرائيل وهذه التعقيدات، إذا اللاعب نهائيا رافض، ممكن لاعب فلسطيني مثلا بالذات ورافض يلعب مع لاعب اسرائيلي، فكيف يرتب هذا الامر مع الحكم اذا جالك لاعب سواء قبل البطوله او بعدها وطلب انه يحصل له اكسكلوجن في البيرنج، انه ما يتحط اللاعب مع لاعب اسرائيلي او دوله في بيناتهم مشاكل سياسيه،
توترات وممكن تسوي مشاكل في الدولة إذا الشخص لعب، ممكن الشعب يعني كله يثور عليه يعني. المهم مثلا أو هو نفسه رافض المبدأ، فكيف يتصرف الحكم؟ وهل ممكن يكون في عقوبات أخرى على اللاعب حتى لو طلب قبل البطولة؟ شوف هذا حاصل وأرض الواقع زمان. هذا سؤال من أستاذ خطاب كمال. شوف أنا أعطيك، حصلت معانا وحصلت معانا كثير إلى قبل 4 سنوات. إلى قبل 4 سنوات كنا نذهب لرئيس الحكام نقول مثلا لاعب الفلاني دولة إسلامية كذا ما يلعب مع نبلغ رئيس الحكام يتجاوزه يعمل فوربيدن بيري. حتى في الأولمبياد لما كنا موجودين كانوا يأتوا إلي وأنا أعمل قائمة جميع العرب وحتى غير العرب، حتى مثلا ماليزيا اندونيسيا يجون أقول لهم دائما يسألوني في الاتحاد الدولي يعني باب الثقة، أحط قائمة وأكلم إيران أقول أنتم تحبوا تلعبوا مع إسرائيل، يقول لا أحط إيران من ضمن القائمة، باكستان أحط ضمن القائمة، وأرفع الاتحاد الدولي للشطان حتى غير العرب. فخلاص هم يعني يتفادوهم 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 ما يلعبونهم. لكن بعد ذلك لما جاءت إدارة الجديدة حاليا لا منعوا ذلك، لأن ليش؟ لأن حاليا هم يبون ينضمون في لجنة الأولمبية الدولية، من ضمن شروط لجنة الأولمبية الدولية إن ما في لاعب يعترض باللعب مع إسرائيل، إذا اللاعب اعترض البلد يوقف، يوقف نشاط الاتحاد بلد لمدة 4-5 سنوات حسب لوائحهم، فإجباري تلعب مهما كان تلعب تمام. أما إذا انسحبت في عقوبة على اللاعب اللي انسحب، فيحطوا له قائمة سوداء، عقوبة مالية، عقوبة إيقاف وهكذا. وبالتالي الاتحاد الدولي للشطرنج حاليا ملزمين باللوائح اتحاد الألعاب الأولمبية الدولية، وبالتالي قالوا ما في لاعب ما يلعب إسرائيل. حصل مشكلة العام مع لاعب إيراني، لعيبة إيران ما لعبوا مع في بطولة العالم، ما لعبوا مع لاعب إسرائيلي، أخذوا قرار بغون يوقفوا الاتحاد الإيراني 4 سنوات بعد المفاوضات، تدخلات مني وأركادي مع نايجل شورت. نايجل شورت هو اللي عمل حملة هذا. نايجل شورت من النوع اللي يكره الموضوع عدم اللعب، وهو أثار الموضوع، قال لازم الاتحاد الإيراني يوقف، لازم لعيبة يوقفون، وعمل شوشرة. ولعيبة إيرانيين عندهم أبطال العالم تحت 18 سنة وتحت 20 سنة، ولعيبة تصانيف 2600 وشيء 2700، يعني لعيبة كبار جراند ماسترين عندهم إيرانيين يعني لهم صوت. وبالتالي فبعد المفاوضات قالوا خلاص اللي كان بيوقف الاتحاد الإيراني، راحوا كلموا لجنة الأولمبية الإيرانية وضحوهم الأمر أن لابد أن تشتركون، فبالتالي لابد أن تلعب، وإذا اللاعب ما لعب يكون مخالفة عليه. يعني أنا أذكر آخر أولمبياد اللي كنا طبقوا عليه، كنا في باكو آخر أولمبياد، استغفر مو في باكو، كنا في هيباك في وين، في باتومي في جورجيا، في باتومي في جورجيا فريق اللبناني لعب مع فريق المعاقين، لعيب فريق معاقين بصريين، من ضمن فريق المعاقين كان في واحد لاعب إسرائيلي، وأيضا لا فريق كويتي لعب مع فريق المعاقين اللاعب بدر الهاجري طاولة الأولى، لما اللاعب كان هو فريق مش فريق إسرائيلي، فريق العميان مكون من لاعب من إسرائيل، لاعب من فرنسا، لاعب من ألماني، هم خليطين، هم منظمة خاصة، لكن كان في لاعب إسرائيلي واحد معهم، فطبعا حاولوا إن ما يلعبوا، قال هذا فريق ما تقدر ما تلعب معهم، لازم تطبق. طبعا اللاعب الكويتي انسحب سوى نفسه مريض مش عارف كذا، المهم ما لعب بطريقة الماء، ما لعب معه، فياب اعتقد رسالة انه هو كان مريض هذا اليوم ما قدر يلعب، لازم يب سبب ليش ما لعب. ايضا ما تقول والله السبب اني ما لعب مع اسرائيل، لا هذه يطبق عليك عقوبة مباشرة، تجيب سبب كنت مريض كذا ونسيت نمت، المهم اسباب تقنعه بالغياب على اساس ما يطبق عليك اي عقوبة. لكن مثل ما قلت من خلال هالأربع سنوات لابد أن تلعب، الكل يلعب، فبالتالي لاعب الإيراني بدأ يلعب مع لاعب إسرائيل، رغم أن الإيرانيين أكثر ناس يكرهون إسرائيل يعني، فخلاص خايفين من تجميد الاتحاد، خايفين من تجميد اللاعبين وفرض عقوبات عليهم،
وهذه لا محالة ما نقدر نتجنبهم. أما إذا كان على الصعيد الداخلي طبعا داخلي ما في لعيبة إسرائيل في الداخل يلعب إلا في البطولات الكبيرة يلعبوا فيها يعني. أيوة خلاص يا جماعة نكتفي يا شباب. طيب أستاذ مهدي لبيك الله يعزك يا رب. نشكرك ألف شكر على المحاضرة القيمة أستاذ مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج. ما نعرف عن شو نقول لك يعني اللي انت قدمته وتقدمه مش فقط للشطرنج العربي فقط للآسيوي فقط وإنما العالم كله يعني. أعتقد أن كلامك رمز ما تكفي الكلمات اللي توصفه. ربنا يحفظك ويوفقك ويعزك ويرفع من شانك إن شاء الله. الله يبارك فيكم أبي وأنا تحت أمركم أي وقت أي لحظة. الوقت يسعفني إن شاء الله أكون معاكم. أنا فلما قلت لي دورة اليوم رغم أنه كان عندي بطولة مخلص الساعة 3 فقد عطني نص ساعة نام ساعة ساعتين بس أبغي أنام إنه ما نام ساعة 6 صاحي ليلة حين. فالحمد لله على كل حال وبالعكس بالعكس أي شيء حتى من غير دورة من غير محاضرة من غير ندوة ممكن يتواصلوا معي مباشرة عن طريق واتساب يعني إن شاء الله أي سؤال ممكن نجاوب عليهم بإذن الله تعالى. ألف شكر ألف شكر نشكرك باسم أكاديمية التطوير للشطرنج. الله يبارك فيكم وربي يوفقكم إن شاء الله تعالى. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.